صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تركت بعض الصلوات عمدا قبل بلوغي وبعد بلوغي. نعم. يقول أحسن الله عليكم: تركت بعض الصلوات عمدا قبل بلوغي وبعد بلوغي، وأنا نادم على ذلك وأريد أن أتوب، فماذا أفعل؟ تب إلى الله وبادر بالتوبة. وإذا كانت الصلوات التي تركتها كثيرة فتكفي التوبة، توبة تجب ما قبلها، حافظ على الصلاة في المستقبل. نعم.